هلا اكيد مكفيين باقي فقراتنا الصباحيه، وصلنا لمحطتنا التاليه. يعني بفقرتنا رح يكون معنا فنان اجاد تجديد الادوار التاريخيه، وكانه فارس قلب صفحات الايام بمحاكاه الاعمال الشاميه والاجتماعيه والمعاصره. بصمته انتقلت معه عبر الشاشه الكبيره مع كبار صناع السينما بسوريا، فكان له عده مشاركات سينمائيه. ضيفنا اليوم هو الفنان عامر علي. سعد صباحك عامر، ورمضان كريم. صباح الخير، رمضان كريم عليكم. يا سلام، اهلا وسهلا فيك عامر. يا هلا بيكي. عمر، خبرنا كيف عم تعيش اجواء رمضان؟ والله فعليا اجواء رمضان عم عيشها بالبيت، عرفت كيف؟ مقضيها نوم بالنهار على التلفزيون يعني، والمساء مع الاصحاب شوي. قديش بتحس عن جد؟ هي السنه زحمه كثير عم تصير المساء، يعني الحمد لله انه عم يكون في زحمه كثير، بس زحمه زياده عن اللزوم. رجعت شوي هيك الاجواء تماما. رجعت كثير اكثر من قبل حتى. يلا الحمد لله، ما عليك، كل الناس كانوا ناطرين انه هي الاجواء ترجع. عامر، السنه يعني اقتصرت مشاركتك على بقعة ضوء، ما شفناك بكثير اعمال، شو السبب؟ هلا بصراحه هي السنه اشتغلت انا عملين. بقعة ضوء كانت مشاركة صغيرة هيك، وكان في عمل مشترك سوري لبناني اسمه فرد مخدة، بس ما انعرض هاي السنة. كمان هو كوميدي، يعني هاي السنة كانت كوميدية بالنسبة إلي، كوميدية بالشغل وبكل شيء فيها يعني. صراحة الأعمال اللي كان مفروض نحن نشتغلها للأسف ما انشغلت هاي السنة وتأجلت لرمضان القادم. في منهم الجزء الثاني من مذنبون أبرياء، وفي عملين ثانيين كانوا مهمين كان مفروض ينشغلوا كمان ما انشغلوا. والأعمال اللي الباقية بصراحة ما كانت اللي اجتني، يعني ما كانت ضمن المستوى، وكان دون المستوى صراحة. وانت شايفة يعني هاي السنة كانت الدراما السورية هيك يعني مو مثل ما تعودنا. لا لا، كان مستواها سيء، بس مو بسبب انه ما عندنا شيء، يعني بسبب انه التسويق التجاري، يعني الشركات الكبيرة اللي بدها تشتغل أعمال مهمة، تشتغل نصوص مهمة وتجيب مخرجين وممثلين وبدها تدفع، بدها بالنهاية تبيع. فكان في شوي محاصرة هاي السنة الدراما السورية، هذا اللي أدى أنه أغلبية المنتجين أو المخرجين الكبار أو حتى الفنانين الكبار، إذا بتشوف يعني مو أنا اللي غايب، في كتير فنانين كبار غايبين هاي السنة على الساحة لأنه ما كان في شيء بيستاهل. كمان عمر، مثل ما ذكرت انه هالسنه عايش حاله كوميديا بالدراما، يمكن شوي بعيده عن شخصيتك، او نحن ما لنا متعودين عليك نشوفك كثير بالكوميديا. كيف هالسنه دخلت بهذا الخط وكيف حسيته؟ هلا لقلك شيء، انا بحب الكوميديا، بس يمكن نوعيه معينه من الكوميديا. بحب الكوميديا اللي بتعتمد على الموقف، الكوميديا مثلا مثل ما تشوفي بالافلام الاجنبيه الكوميديا الرومانسيه او كذا، هي هذا النوع اللطيف من الكوميديا، انا هي اللي بحبها. مشان هيك الكوميديا اللي نحن بنشتغلها اغلبيتها مثل بقعة ضوء او ضيعه ضايعه او هدول المسلسلات اللي انا كثير بحبهم، بس بحسهم بعاد عني شوي، يعني هي اللي فيها اوفر بالاداء وبالهي، مختلفين عني، منهم قراب من شخصيتي يمكن. بس كنت حابب اجرب بصراحه، يعني ان كان بالمسلسل قلت لك المشترك او ان كان ببقعة ضوء، كانت بالنسبه لي تجربه. طيب تجربه، يعني فيني اقول انه شوي ندمان عليها بصراحه، مو لشيء، العمل متابع وله جمهور وكل شيء، بس حسيت انه مو الي. بس لازم يعني. بس يعني لازم الجمهور يشوفك بكل ايه الأنماط. انا بحب قلت لك انا بحب اشتغل، بس مثلا في مشكله ببقعة ضوء، انه بقعة ضوء له تاريخ وصار في له هيك قوالب جاهزه لواحد يشتغل فيه، عرفتي كيف؟ يعني انا لما اتصلوا فيي وحكينا بموضوع بقعة ضوء، كان مفروض انه في شخصيات او كاركترات معينه بتناسبني الي، وهذا الاساس نحن بلشنا نشتغل. لما بلشنا نشتغل اللي اشتغلتهم ما كانوا اللي متفق عليهم، عرفتي كيف؟ بعدين حسيت حالي انه انا اوكي اشتغلت 3-4 لوحات، حسيت انه بكفايه، يعني هيك اكثر من هيك ما بدي اكون غليظ. وانا مثل ما قلت لك انا عم جرب حالي، بدي اشوف حالي كيف بدي اطلع، بدي اشوف رده فعل الناس. يمكن اذا كانت الامور منيحه او حسيت حالي انا يعني صحيح صار لي فتره عم اشتغل، بس ضل بخاف من اي تجربه جديده، بحب جرب بس بخاف. فكان بالنسبه لي كنت اي خايف من بقعة ضوء. كنت عم تخبرنا انه كمان في شيء حبيته انت. ايه، في لك شيء، في دائما الشريك بالتمثيل هو اساسي، اساسي بكل شيء. يعني لما بيكون في معي شريك او شريكه منسجمين نحن سوا مع بعضنا، فبنعمل شيء كثير ممكن يكون حلو. ف
ايه في لوحات مثلا صفاء سلطان طبعا بوجه لها تحيه، هي حدا كثير لطيف وكثير مهضوم بالحياه، فكنا مقضينا ضحك نحن بالتصوير اكثر ما اشتغلنا يعني اذا بدك. بلوحه في لوحه تبع المشفى رنا شميس، انا من الممثلات اللي بحب كثير اشتغل معهم، كنت بوجه لها تحيه كثير، هي حدا موهوب وبنفس الوقت عنده اخلاق فنيه كثير عاليه، فكمان بستمتع بالشغل معه. فهي القصه، احيانا ما بيكون الشريك مانه كثير منسجم معك ما بتقدري تعطي صح. فاي يعني انا بعتبر انه مثلا صفاء ولا رنا لانه هن عندهم تجارب سابقه كبيره بالكوميديا فهن ساعدوني. معلي خطوة يمكن جديدة، جديدة وحلوة يعني. عامر أنت كان لك السنة والسنة الماضية يعني مشاركة منيحة واسعة بالسينما، وأبرزها يمكن كان بفيلم رد القضاء. نعم. كيف كانت مشاركتك؟ كيف صارت ولا كيف صارت المشاركة؟ مشاركتي بفيلم رد القضاء إجا تماما بعد ما كنت مخلص فيلم الأب. طبعا طلبني الاستاذ نجدت، وكانت هذا اول تعاون بشتغل فيه انا والاستاذ نجدت انزور يعني بحياتي. فهي القصه بحد ذاتها كانت مسؤوليه انه اني اشتغل مع الاستاذ نجدت انزور، ونفس الوقت فيلم عن سجن حلب، عن قصه، عن اسطوره حقيقيه بعدها لساتها بالذاكره وموجوده، ما صار لها كم سنه يعني سنتين ثلاثه بس، كان فيها مسؤوليه، كان فيها احساس بالمغامره بالموضوع. فصراحة أنا بقول لك إنه أنا ترددت واعتذرت أول فترة، يعني أول مرة اعتذرت كانت الظروف هيك شوي ما أنا مناسبة، مش هالعالم ما تفكر مو الظروف المادية، كان موضوع الدور إنه أنا حسيت لوهلي إنه كنت شخصيتي بفيلم الأب هي بتبلش إنه هو دور الطبيب بالمشفى، هو ضابط بس هو طبيب بالمشفى، فلما قالوا لي دور الطبيب قلت لهم صاروا فيلمين ودور الطبيب ما بدي يكون عم اشتغل نفس الدور. فست ديانا كمال الدين الكاتبة قالت لا راه هذا غير شيء تماما، فلما قريته حسيت اي مزبوط هو شخصية تماما مختلفة تماما. وقتها كنا عم نصور كواليس الفيلم عم بتخبرنا بالضبط عامر انه في شيء جديد بالنسبة لك، وانت حبيت كثير الدور بفيلم رد القضاء. كان في لك شيء صراحة يمكن من المرات القليلة كثير بحياتي ربما تكون شبه نادرة، انا بشتغل على شخصية من هذا النوع. اول شيء في عندك هاي الشخصيه هي حقيقيه وموجوده وبعدها عايشه، الشخصيه اثرت ب ب ب ضمن هاي المجموعه بدكتور جمال، هو واحد من اهم ابطال سجن حلب، فبالنسبه لي كانت مسؤوليه كثير كبيره ومخيفه. اول شيء انك تنقلي حادثه سجن حلب للسينما وتنقليها للناس وهي موضوع حساس وخطير كثير، وتنقليها بهاي المصداقيه، كنت خايف من كل شيء، كنت خايف من قصة إنه نحنا ما نقدر نوصل ولو جزء صغير من هاي القصة. فكلياتنا نحنا كممثلين يعني اللي كانوا موجودين، كل كادر العمل حتى الكاتبة والأستاذ نجدت، كان في عنا هذا الرعب بإنه مسؤولية كبيرة، ما إنه عمل عادي، ما إنه فيلم عم نساويه وفي عنا مجال للارتجال. بس وصل لقلوب الناس صراحة. فتعبنا كتير بهذا الموضوع، وصراحة أنا لما حضرته أول مرة ما كنت متوقع يكون هيك. يعني ضليت حتى اول يوم الافتتاح عندي خوف انه ما راح يطلع، صحيح تعبنا بس ما راح يطلع. الشخصيه بتحمل كثير. بعدين ما شفت الفيلم قلت لا الحمد لله اللي وصلنا، بانه انا شخصيا يعني انا بالفيلم انا تفاجات بكثير مواقف، انا طلعت الفيلم عم ببكي يعني عم اشتغل فيه للفيلم. كثير ناس طلعوا عم يمانوا تحدي كثير كبير كان بالشخصيه. بالضبط، وانا بعتبره فعليا من اهم من المشاركات السينمائيه اللي انا اشتغلت كان عندي مشاركات سينمائيه، بس دائما كنت اقول انه انا بحب السينما وانا هاجسي بالحياه هي السينما، وسبب دخولك للفن هو السينما. بالضبط، وانا اذا بشتغل بس سينما ما بقول لا يعني مو ما بقول لا، بقول ايه اكيد، بقول لا لكل شيء ثاني تماما، بس ولا مره حسيت انه انا فعليا عملت تجربه حقيقيه سينمائيه. رد القضاء كان اول تجربه بحس انه انا بالفعل اشتغلت سينما. لاي درجه يمكن حاولت انك تنقل يمكن هالموضوع بامانه؟ مثل ما قلت لك نحن يعني كان الرعب والخوف كل الوقت انه هذا مسؤوليه كبيره. اكثر يمكن دور اشتغلت عليه بيحمل هذا المسؤوليه، انه يعني لازم الناس تعيش معنا ولازم تصدق هاي التفاصيل. انا الدكتور جمال ما كنت حاكي معه ولا شايفه ولا بعرف عنه شيء لبعد ما انعرض الفيلم، فكمان كان عندي خوف من قصه انه هو مثلا يشوف شيء مو صح، اكلت هم كل هدول العالم. بهذا الدور بالذات
بصراحة يمكن عملت شبه دورة طبية، ضليت كل الوقت قاعد على اليوتيوب عم اتفرج على عمليات جراحية كيف تنعمل مشفى مثلا، وفي شغلات كيف تنعمل بالمشافي الميدانية، كيف يستخدموا الأدوات، كيف ممكن يخترعوا أدوات ويلاقوا، كل الوقت على اليوتيوب عم اتفرج على هذا الشيء. بس أكثر شيء أنا حبيته إنه لما انعرض الفيلم طلعت لقيت في دكاترة يجوا سلموا علي وهن عندهم قناعة إنه أنا دارس طب. بيقول لي لا لأنه يعني كل شيء كل الوقت حسينا إنه أنت طبيب، أنت مانك ممثل عم تساوي، إنه أنت طبيب. هذا الشيء كثير كان بالنسبة لي يعني بسطت فيه. حتى الدكتور جمال يعني اللي أنا بوجه له تحية، هو موجود بحلب هلا، كمان يعني حكى بنفس الطريقة، يعني حكيت أنا وياه فيما بعد. فأنا بالنسبة لي بعتبر إنه لأول مرة بحس إنه تعبي على شيء وصل صح للناس بهذا الدور. الحمد لله. فالحمد لله. وأنت بتذكري وقت عملنا لقاء وحكينا بهذا الموضوع إنه قد إيه كان في صعوبة بإنه أو رعب على قصة إنه كل شغلة لازم توصل صح، ولازم توصل بمصداقية، ولازم توصل ربما في ناس اعترضوا، اللي كانوا في ناس كانت موجودة بالسجن إنه في بعض التفاصيل ما كانت فيها. هذا بالنهاية فيلم دراما إجباري، بده يكون في له صياغة درامية ليوصل للناس صح. لو كان فيلم وثائقي كان التعامل معه مختلف تماما. فنحن بكل الأحوال حاولنا نوصل الحالة، نوصل معاناة هدول الناس، نوصل معاناة هاي البلد لبرا، شو نحن كيف عايشين وكيف عم نقاوم وكيف عم بدنا نضل قاعدين فيها وبدنا نضل عايشين فيها. إن شاء الله يكون عملنا جزء صغير بهذا الفيلم. عامر، أنت بمجال السينما لك رصيد يعني نوعا ما جيد بمشاركتك بالأعمال السينمائية، ولكن أنت صرحت سابقا أنه يمكن هدفك وحلمك أنك تشارك بدور سينمائي يترك بصمة عبر التاريخ. هلأ هذا الشيء ممكن بلش يتحقق عن طريق رد القضاء؟ لك أنا كان عندي مشاركات سينمائية مزبوطة، وكلها مشاركات مهمة وكلها أنا بفتخر فيها، ابتداء من فيلم حسيبة للأستاذ إيمون بطرس، حتى فيلمين الأب والأم للأستاذ باسل الخطيب. كان عندي مشاركات سينمائية بأفلام قصيرة، فيلم مصري لسه ما انعرض يعني. بس فعليا فيني أقول أنه أي هاي أول مرة بحس أنه أنا قدرت أعمل جزء من هذا الحلم، أني أعمل دور او اعمل او شارك بفيلم يكون له بصمه وياثر بالناس. بعد ما شفت انه هذا الفيلم اثر بالناس صارت المسؤوليه اكبر، وصار بالنسبه لي الحلم صار اكبر اني اقدر اعمل اكثر واكثر بهيك. يعني يمكن انا بعتبر مشاركتي او دوري بفيلم رد القضاء ما انه يعني دور، انا بعتبره انه هو صغير نوعا ما للطموح اللي انا بدي اياه فيما بعد، بس هو اول مره بحس انه قدرت اعمل اول خطوه وان شاء الله اقدر اكمل فيها للاخير. ان شاء الله يعني. ان شاء الله يا رب. يعني يمكن انت وقفت امام عدسه باسل الخطيب بفيلم الام والاب، انك توقف قدام عدسه مخرج اكثر من مره، هذا الشيء قديش يمكن بيساعدك كمان بالتعامل باريحيه؟ وشو حسيت قديت الفرق بين الام والاب؟ هلا الاستاذ باسل الخطيب انا مو بس مشتغل معه بالسينما، انا مشتغل معه 6 أعمال تلفزيونيه. نعم. فيمكن هو أكثر مخرج أنا اشتغلت معه، فهذا بيساعد بقصة إنه خلص نصير نفهم مع بعض. يعني أنا بعرف هو شو بده، وهو بيعرف تماماً أنا شو إمكانياتي. ففعلياً قدام كاميرته أنا باخد راحتي يعني، وبفهم شو هو بده. يعني في أعمال طبعاً اعتذرت منها لأنه حسيت إنه أنا ما رح أقدر أكون صح فيها لهي الأعمال مع الأستاذ باسل نفسه. هي اكيد بتريح موضوع مثلا استاذ نجدت بفيلم رد القضاء كان اول تعاون، كان كنت ما بعرف لا ردات فعله ولا عم بفهم منه شيء، وبنفس الوقت هو لسه ما بيعرفني كثير، فكان التعامل خلال التصوير في حساسيه عاليه ودائما في هيك ستريس كل الوقت، مع انه ابدا يعني لا يعني ما حكى معي ولا كلمه او ضايقني بكلمه، بس كل الوقت كنت انا متحفز يعني، وكل يوم اطلع واقول انه اعصابي تعبت انه انا ما عاد اشتغل. كل يوم كنت اطلع وقلت له اياها بعدين استاذ نجدت، انه انا يوميا كنت اطلع واقول يا ريتني ما اشتغلت بهذا الفيلم، مو لانه يصير شيء بس لانه دائما انا مستفز كل الوقت. بس الحمد لله النتيجه كانت مستفز لتقدم الشيء الافضل طبعا. ايه بالضبط. بمشاركتي فيلم الاب وفيلم الام مع الاستاذ باسل الخطيب، هي الافلام حلوه وكانت الادوار حلوه، ربما انا كان عندي طموح انه تظهر بطريقه مختلفه، بس بالنهايه رؤيه المخرج لفيلمه كيف هو بيشوف النتيجة النهائية
هي حريته الشخصيه. اتضايقت، ما بقول لك ما اتضايقت بفيلم الام، ورجعت اتضايقت اكثر بفيلم الاب، انه الشخصيه اللي انا اشتغلت عليها والتعبت عليها ما ظهرت مثل ما نحن او مثل ما انا اشتغلت عليها. يعني صار في اختصار لها للشخصيه، صار في احساب اشياء ثانيه بالفيلم المخرج له رؤيه فيها. فاوكي انا شاركت فيه، بس هيك كان عندي شوي احباط بالنتيجة بالنسبة لحالي أنا. بالنهاية نحن كفنانين أكيد يمكن الجمهور تماماً له رأي آخر، نشوف حالنا مثلاً بأحسن صورة. أنا تعبت بدور كتير بالداية لما بشوف مثلاً نص صورة تماماً، عرفتي كيف؟ هلأ بالنهاية إيه مزبوط، الجمهور بيختلف يعني بيشوف هو الصورة النهائية وبيحبها كمان وبيحبها. يعني بفيلم الأب الحمد لله كان ردة فعل الناس كتير حلوة على الدور. أنا شوي تضايقت، أنا حسيت أنه في شيء اشتغلنا كان احلى، بس بالنهايه برجع بقول لك انا مع المخرج برؤيته. بالنهايه هذا فيلمه وهذا مشروعه. نحن بنوجه تحيه كثير كبيره للاستاذ باسل الخطيب والمخرج الكبير نجدت انزور، وكمان طبعاً بدنا نتمنى لك كل التوفيق عامر بكل بصمه عم تحققها وتتركها، بان كان بالسينما السوريه ام بالدراما وايضا على المسرح السوري. شكرا كثير لوجودك معنا اليوم ضمن صباحنا غير، نورتنا. شكرا لك اريج، شكرا لك نسان، شكرا كثير لك، شكرا لكم، طلعك من ضيف خفيف عليكم اليوم. ناطرين كل جديدك عامر، متمنى لك كل التوفيق. شكرا لك.